السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اتمنى تكون اموركم كلها على خير يا رب، وتكونوا في احسن الاحوال، واللي بغى شي امنيه يا ربي تحققها ليه وتعطيه ما يتمنى في خاطره وفي حياته ان شاء الله يا رب. كالعاده نشكر الناس اللي كيزوروا القناه ديالي وكيشوفوا لي فيديو وكيشجعوني وباغيين نزيد القدام. شكرا شكرا لكم جزيلا، وكنشكر الناس اللي دخلوا جداد، وكنطلب من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو ينضموا للقناة ويديروا اشتراك ولايك ويخليوا لي واحد التعليق، وشكرا لكم بزاف. الفيديو اليوم كنت في قنيطرة، ومن قنيطرة قلت لي مالا نمشي لجهة اللي كيقول لها أليونس، هي في الحقيقة قصبة مهدية كيسميوها، حيت فيها واحد القصابة راه صورتها غتشوفها ان شاء الله في الفيديو. واليونس ملي جاوبنا وتمايا واحد دي ريزيدونس فيهم يمكن اقتصادي غير اقتصادي على ما كنظن، تسمات على ديك البلاصة على اليونس، وبزاف الناس كيبغيو يشوفوا يعرفوا ديك البلاصة. كاين اللي باغي يشري تما شي ابارتمون، كاين اللي باغي يعرفها يقدر يمشي يبغي يكره حتى هي قريبة للبحر ديال المهدية. كاين اللي باغي يمشي باش يدوز تمايا واحد الويكاند ولا عطلة، ولا ان شاء الله بالنسبة للصيف ان شاء الله يرفع علينا ربي هاد الوباء. ايوا صورت لكم الطريق من قنيطرة، بقيت جاية لها حتى دخلت الوسط هاديك كيقولوا لها القصبة ولا مع القصيبة، ما عرفش بالضبط، هي متكنين عليها اكثر، هي كيقولوا لها أليونس. المهم هي في الاصل كانت القصيبه، ولكن قلت لكم كيف قلت لكم اللي داروا أليونس تسمت عليها، داكشي علاش درت لكم في واحد الدوره خفيفه. ومن تما دسنا على الشاطئ تاع مهديه باش تعرفوا الطريق منين كدوزوا ومنين كاين. راه بالحق قريب، اللي عنده وسائل النقل، عنده طوموبيل ديالو ولا موتور او اي حاجه، قريبه ليه بزاف الا مشى لتما. هي واحد البلاصه زوينه وعامره، وفيها زعما ما يدار، فيها كلشي داكشي اللي كتحتاجو. لا فيها حتى الناس سكنوا فيها، كاين فيها مدارس، فيها حوانات، فيها منين تقضى، فيها بزاف الحاجات، فيها زوينه انا كتعجبني ديك البلاصة. مهم خليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة، وما تنساونيش من الاشتراك ومن اللايك، وشكرا لكم.